تصدير المشهد النهائي Export Animation. يستخدم هذا الأمر لتشفير المشروع في شكل فيديو أو فلاش أو صورة على الكمبيوتر أو لرفعه على الإنترنت. نفتح قائمة فايل ونختار Export Animation. وفي نافذة الخيارات نحدد بداية ونهاية الجزء المراد تصديره، وننقر على هذا الزر لاستعادة مدة المشروع. ومن قائمة أنواع الملفات نحدد نوع التصدير، إذا كان في شكل صورة نحدد نوعها من هنا، وسيتم تصدير صورة لكل إطار، أو إذا كان التصدير في شكل فيديو نحدد نوعه ودقته من هنا. ونلاحظ دعم البرنامج للفيديو MP4 وآيفون وAVI بدقة DV وAVI بدون ضغط، وعادة حجمها يكون أكبر، أو التصدير بنوع AVI مع حرية تحديد نظام تشفير الفيديو من خلال نافذة فرعية تظهر عقب النقر على هذا الخيار. كما يمكن التصدير في شكل ملف فلاش للنشر على مواقع الإنترنت، ويمكن أن تحتوي على صوت لكن من نوع MP3، فتصدير الفلاش لا يدعم ملفات الويف كما لا يدعم بعض تأثيرات الأنيمي ستوديو. ويمكن تصدير فيديو بنوع كويك تايم عند العمل على أجهزة ماكنتوش، كما يمكن أيضا من خلال نافذة التشغيل ويندوز لكن مع نسخ البرنامج ذات النواة 32 بت. تفعيل هذا الخيار يحسن من نعومة حواف الأشكال، وتفعيل هذا الخيار سيؤدي لتطبيق تأثيرات الأشكال من ظلال وتعبئة خامات وتدرج لوني وغيرها، وتفعيل هذا الخيار سيؤدي لتطبيق تأثيرات الطبقات من ظلال وشفافية وغيرها. ويمكن تفعيل هذا الخيار عند الرغبة في تصدير فيديو بنصف الأبعاد، وسينتج نسخة مصغرة من الفيديو، وهي مفيدة لإجراء معاينة للفيديو بشكل سريع، ومفيدة أيضا للنشر عبر الإنترنت. وتفعيل هذا الخيار سيؤدي لتصدير الفيديو بنصف معدل الإطارات، أي سيطبق إطار ويتجاهل آخر، وهي مفيدة أيضا لعمل نسخة مصغرة وسريعة للفيديو. وتفعيل هذا الخيار يقلل عدد الجسيمات الناتجة من طبقة الجسيمات بارتيكل لتسريع التصدير وللمعاينة المؤقتة. وتفعيل هذا الخيار سيضاعف من نعومة الصور ويجعلها في أعلى مستوى جودة، وهو أمر يستغرق وقتا أطول في عملية التصدير. وتفعيل هذا الخيار لضبط مستوى الألوان مع نظام البث التلفزيوني NTSC. وتفعيل هذا الخيار يجعل الفيديو شفاف لإعادة استخدامه في برامج المونتاج. وتفعيل هذا الخيار لعمل أحجام متعددة للخطوط في ملفات الفلاش. وتفعيل هذا الخيار سيؤدي لظهور أكثر من مؤشر أثناء عملية التصدير. نقول له أوكي، ونحدد نوع الضغط من هنا، وتبدأ عملية تصدير المشهد طبقا للإعدادات التي تم ضبطها.